معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب جيمينج. النهاردة ابو اللزاليز دخل السجن الظلمة يا جدعان. النهاردة هنحاول نهرب من اكتر سجن محصن في لعبة روبلوكس. زي ما انت شايفين يا جدعان الهدوم بتاعتي متقطعة من كل حتة, انا في سجن انفرادي. يا لاوي ده في واحد كمان سكيلتون. يا حلق شكله يا جدعان ده اللي ما عملش لايك يا جدعان. انا سمعت يا جدعان اللي في السجن اللي بيعملش لايك بيتحول لسكيلتون. فخلينا نوصل يا جدعان ل 60,000 لايك. انا بقول لكم انا هخش اعمل لايك لنفسي بسرعه. طبعا يا جدعان عندنا فيك ده ايه ده, اوكي سايبين لنا كتاب وشمعه الله يكتر خيركم. ومين ده كمان نقدر نرغي معاه؟ ارغي يا عم. عم المسجون بيقول لي يا ابو اللزاليز الحراس اخدين دلوقتي وقت راحه, تقدر تهرب دلوقتي. الله عليك يا وحش. اوكي خدينا يا جدعان, يلا يلا بسرعه. استنى يا جدع افتح يا جدع. ايوه الله عليك. ايه ده في واحد محبوس تاني يا جدعان؟ انت محبوس ظلم زي ابو اللزاليز. والله بالله يا ابو اللزاليز شفت 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 اخرتها حصلت ايه. خلينا يا جدعان نشوف بقيت. اوكي تعالى هات بقى ناخد ده. ما ينفعش ناخده؟ لا والله احنا ينفع نستخبى جوه يا جدعان. في مفتاح زي الفل, اخدت مفتاح يا جدعان. البت داخله مكمله مع نفسك بيقول لك انا هاخد التشيك بوينت. خلينا كده نقعد نستكشف السجن يمكن. اوكي اهو مفتاح بتاع اللايك اهو, شايفين العظم بس يا جدعان, بس الراس والسكرتون باي باي. وفي واحد في اللافا عاملين لي ايه ده؟ والله في مقلب هنا يا جدعان. اوكي انتوا حاطين لافا هنا غدارين, حاطينها في نص السجن يا جدعان. اوكي زي تراب عشان ما نقدرش نهرب. يلا يلا فين المفتاح؟ والله ما عارف يا جدعان المفتاح راح مني فين. الله عليك يا ابو اللزاليز وجبت يا جدعان اسمه ايه ده المفتاح. نقدر نطلع على المساجين؟ وي يلا اطلع يا بطل اطلع يا بطبط. لا 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 اوكي جم 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 افتح افتح مفيش حاجه اتفتح يا جدعان. نكمل زي ما احنا عايزين ننط هنا جم جم. اوكي انا مش عايز اقع في اللافا يا جدعان, مش عايز اتسلق النهارده. جامب اوكي واو الحمد لله. ايه المنظر والله يا جدعان اللي عامل الماب ده استاذ, عامل الحاجه التكسير وكده مؤثرات حقيقيه. اوكي في ترابات يا جماعه. خلينا نكمل لغايه دلوقتي مش عارف المفتاح بتاع ايه. لو انتوا تعرفوا يا جدعان قولوا لي في التعليقات بسرعه. اوكي في خشب بيتكسر يا جماعه, في كان في غدره هتحصل يا ابو اللزاليز. الحمد لله محرس. انت واقف مستني ايه؟ والله انا مش مطمن. انت نايم؟ طب استنى يا عم اجي انا اصحيك. اصحى بسرعه يا عم عايزين نهرب. ناخد الحاجه. اوكي اخدنا التشيك بوينت يا جدعان وفي طريقين. ما ينفعش اخش. طيب انت واقف مستني ايه؟ انت بتاع الباي باي بيقول لي نط على راس الحراس عشان تقدر تخلص عليهم وتعدي. ده انا اللي ده هم اللي هينط عليا. شايفين يا جدعان السكلوتونات؟ اوكي يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه الحمد لله. اوكي في ناس اتحولت فراخ يا جدعان. والله سمعت صوت فراخ. بقول لكم ايه ده شكله مش مشترك في القناه يا جماعه. شفت اخر اللي بيشتركش في القناه بيتحول لسكرتون يا جدعان. فلو انت لسه جديد معانا هتلاقي الظرف الاحمر تحت دوس عليه بسرعه حلو نور رصاص عشان تنورونا في القناه. ما تحولوش لسكرتونات يا جماعه صعبانه عليا. اقول لك ايه بس كان زمانك اشتركت في القناه وخلاص. السكرتون اوكي في واحد من الحراس واقف يا جدعان مستنينا بالسيف الرهيب. خلينا نشوف ده هيعمل ايه. اوكي نط على دماغه. لا يا عم انا مالي انا انا مالي انا مالي يا رخم. اوكي 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 بسرعه 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 بسرعه. ده في فرخه تحت يا جماعه ننقذها دي ولا ايه؟ ايه ده شكله ماسك الفرخه هيحبسها. الفرخه راحت فين يا جماعه؟ الفرخه راحت فين؟ خلاص باي باي شكلها يا جدعان. ايه ده في ناس بتبدا والله في اصوات غريبه وصوت فراخ في كل مكان. اوه في تراب وفي تشيس. ايه ده بيت فرخه. انا قاعد نكاك يا جماعه. خد تشيك بوينت يا جدع. يا جدع فرخه بص اعجبك جت اللي اعلى من التشيس يا جدعان. اوكي التشيس الغريب العجيب ده يعني ده بتاع مش فاهم انا. خلينا نجرب نفتح طيب التشيس ده يا جدعان. لا لا اكلني يا عم يا جمل. الهبل ده يا جماعه والله كان مفتاح يا عم ما تفتحش البتاع الله يسهل لك الله يرحمها. كانت متسربعه على رزقها فرخه والله العين اتجنت هنا يا جدعان. خلينا تشوفوا مفيش غير التشيست ده الوحيد اللي ممكن نلاقي فيه المفتاح. ايوه خش خش خش, خش. الله يرحمها يا جماعه. باي باي يلا على اللوبي يلا. يا ناويه تخصي؟ خش خش
بص يلا اللي بعده يا حلاوه، مين يزود يا جدعان؟ البنت دخلت اوه ما قدرتش تكمل يا جماعه. خلاص يا فراخ قعدنا نكاك كتير يا جماعه، بس هنكسب ولا مش هنكسب؟ اوكي نفتح المفتاح. اوكي اخيرا ده كان في مشكله ايوه كده هات يا عم اليلو. يا رب يا رب يا رب يكون هو. ايوه كده اخ والله كنت هتحول سكرت يا جدعان، والله اتبهدلت كتير. كسر كسر الاولى يمكن يلاقي فيها اي حاجه. الله تنفع يا جدعان في الحر بقى. يا سلام تبقى اقول لك كده واحد يكركر منها ميه ساعه. يلا الناس شغالين اوه من بعيد، خلي بالنا فينا. اوكي في تراب يا حلولي، ركز يا ابو اللزاليز. لا 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 اوكي الحمد لله فهمت انا اللي فيها يا جماعه. خلاص بيت استاذ ورئيس قسم دلوقتي، نقدر يا جدعان نطلع سرعه 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 سرعه. الحمد لله ويلكم باك. تصدقوا اصعب سجن يا جدعان اشوفه في لعبه روبلوكس. والله يا جدعان في افكار جديده وغريبه وعجيبه. ايوه اكيد في وقعه هنا صح؟ لا ماشي تعالى. اوكي طب كويس اللي انت سبقتيني يا عم. اوكي كمل 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 كمل. وانا فكرتها يا جدعان بتقول نطت من فوق الحارس وانت سايبهول انا صح؟ يلا ارجع المفروض الجزء ده يرجع يا جدعان ولا هنقضيها جامب. يلا 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 وي اوكي يا عم الحارس جبته. الله عليك يا وحش كمل كمل. والله كان هيجيبنا يا جدعان داخل بالسيف بقلب جامد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده نقدر ناخد سيف من هنا؟ والله يا ريت ناخد سيوف بقى ونخش نظبطهم. خلينا نتكلم نرغي مع الراجل ده، شكله جدعان كبير وخبره وهيفهمنا كل حاجه. دلوقتي بقى تقدر تدوس على الزرار عشان تقدر تنزل المكان اللي هنا فتقدر تعدي. ايوه كده. طب وبعدين يا حلولي خلينا يا جدعان ناخد التشيك بوينت. ها خد التشيك بوينت يا ابو اللزاليز. البنت بتنط ازاي يا جماعه؟ فين الطريق اصلا؟ ما تنط يا كابتن نط. يلا يا وحش. بص يا جدعان انا قلت لازم الاقي حل. الحل بقى ايه؟ ان احنا نستخدم ادوات عشان نقدر نعدي الجنب التاني يا جدعان. ده الحل الوحيد المتاح قدامي اهو. شوفوا الكابتن هيعمل ايه. يلا نط يا وحش. الله على الابداع. في اللافا اتسلوا يا جماعه. تير 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 لسه في فراخ. ايوه ايوه الله عليك يا وحش. انا مالي يا عم. اوكي تعال. الحراس الحراس حوسة بيني وبينكم الحمد لله. نقدر نعدي من هنا يا جدعان؟ لا 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 كمل. لا لا هيصحى هيصحى تاني. لا 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 اوكي كمل 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 كمل. اوكي يلا. بدأنا في الترابات. معلش بقى ابطال مع نفسكم. خلينا يا جدعان نحاول نعدي الترابات. وي اوكي يلا جم. يلا مش عايز والله يا جدعان الجيت باك يروح مني. اخيرا يا ابو اللزاليز نطلع فوق يا جدعان. عايزين ناخد التشيك بوينت عشان مش عارف عشان يا جدعان ايه نخليها معانا احتياطي لان وارد جدا احنا نموت فيها. الله يا عم امشي بقى. الله يسهل لك. ما ينفعش ناخد السيوف ده يا جدعان نفايته ونخلص منه والله يكون احسن كتير. يلا كمل كمل كمل. ايوه يا خشبه يا رخمه انت بترجعيني تاني؟ اخيرا يا جماعه تقريبا مفيش حد يعرف يعدي غيري. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا مية والله الجيت باك يا جدعان جبته في وقته. شوف في حاجه هنا؟ مفيش حاجه هنا. كمل كمل اطلع. نفسي اعرف يا جدعان المفتاح اللي جبته في الاول ده بتاع ايه بالظبط. في تشيست هنفتحه ممكن نلاقيه في خط النهايه في ترابات. ها الحركه القرعة دي عارفها. ده انا كنت ايه بعدي ترابات وانا سخان. وي وي اوكي كمل. وي 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 ايوه ضحكنا عليك. اوكي اوكي كمل. وي وي اوكي. اوه يا جماعه صدق والله صعبه. خدت التشيك بوينت الحمد لله. وبعد كده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الاس بس ده باركور يا جدعان لو لبي. كمل. جامب. ايه ده اللي في الارض ده؟ مش عارف ده تراب ده يا جدعان ولا زرعه. والله الواحد بقى بيتلخبط. اوكي في بلوكه بقى في غدره هنا يا جماعه. ايوه والله وحش. ايه رايكم يا جدعان في احترام ابو اللزاليز في الباركور؟ خبره يا جدعان. كمل كمل اطلع جنب. اوكي ناخد التشيك بوينت. قلنا انا عم الحال هنروح على فين بعد كده؟ وبيقول لك خلي بالك يا ابو اللزاليز من كميه الترابات. وبيقول لي اخر واحد معرفش هو اللي هيقف ولا هو اللي هيلمس الارض يا جدعان. احنا بنلعب دلوقتي مرحله اللافا ولا ايه؟ خلينا مكملين ونخلي بالنا. اوكي ما نلمس الارض نهائي يا جدعان. نلمس الارض هنتحول لسكيلتون لان شكل الارض دي يا جدعان ملعونه. اوكي وهتسيبنا لنا ونتحول بعد كده. كمل كمل الحمد لله وصلت بالسلامه بجد والله خط النهايه. انا مش مصدق يا جدعان في بيك بص هنفايته
لو هيحصل كده يا جدعان احنا محتاجين ادوات، يا اما هنضطر نخش الشوب نشتري ادوات. وي نوت جامب، كمل كمل كمل. ويا جدعان ده البيك بوس اللي موجود في السجن، تعال. اكتر حاجه بتستفزني الباي باي بتاعته يا جدعان، نخش في المعبد يا ابو لازاريس وشوف اللي جوه. هتلف في حاجات حماسيه يا عم، اخش اعمل ايه؟ ما تخش انت يا اخويا، انت اللي موقفك بره اصلا، هو واقف عشان يعمل لنا باي باي وبعد كده خش انت اتعامل. خلينا اوكي، شايفين المنظر عامل ازاي يا جدعان؟ والله شكله منظر مرعب، وشكلها هنخش جوه هتصيبنا اللعنه. الله يستر ونكمل. يلا احنا ان شاء الله قدها. دي نزلها لتحت، انا فكرت هتشفط يا جدعان والحركات دي، طلع لا لا مختلفه خالص. اوكي طب منتني كده شويه. في كابتن تاني هنا، خلينا نتكلم مع الكابتن ده. دلوقتي يا جدعان نقدر نرسب المركب عشان نقدر نعدي الجنب التاني، وبيقول لي لو المركب راح منك تقدر ترسبينه مره تانية. شكرا ليك يا وحش، ما شاء الله على المعلومات الاسطوريه. خلينا نكمل زي ما احنا يا جدعان، في مركب هنا وفي برضو مكان ممكن يودينا مع السلامه. الله نختار انا واحده يا جدعان، الصغيره دي ولا الكبيره؟ انا مش عارف بصراحه، محتار. الاثنين احلى من بعض، بس لازم نحرك الزرار. اوكي استنى استنى عشان بتاع بتلف دي جبنا وش يا جماعه. نبدا نحرك، يلا اتحرك حرك اقعد، ما تجريش بسرعه بقى، واحده واحده. انا قاعد بص يا جدعان مستقنص. الله الله لا 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 الله يا جدعان لا لا، استخدم الجيت باك ولا ايه الكلام؟ يا ريتني ما اخترت سفينه عملاقه يا جماعه. حظي وحش، حظي وحش. ايوه الله عليك، فكر بره الصندوق يا ابو اللزاريز. سير. ايوه والله نجوت بعجوبه يا جماعه، وما تيجي جنبي. يلا جيت باك، يلا 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 يلا. اوكي اوكي والله وصلت محاولة أخيرة يا جدعان. استنى شوية، أول ما تيجي تتحرك شوية نجري ونطير. يلا إيه ده، في إيه؟ أنا مش عارف فين رجلك. أنا يلا بسرعة، طيري 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 طيري. يا ريت ما ترجعي وإحنا رايحين، يا ريت ما ترجعي وإحنا رايحين. الحمد لله. المشكلة ما ينفعش أتحكم فيها يا جماعة. والله ما مصدق يا جدعان نجوته بعجوبة. الحارس نفسه مصدوم يا اخي، عشان تعرف بس ان احنا مش اي كلام. ها تعال. وي ايوه على دماغه. ناخد بقى التشيك بوينت يا جدعان، احنا وضعنا كده حلو قوي. انا عايز اوكي تيجي نعمله زيز ايز سبارتا. زيز ايز وقع. ايه ايه تعال بقى ناخد دي. اسانسير، والله كنت حاسس يا جدعان ده اسانسير ولا اسانسير ولا سجن، مش عارف انا حبست نفسي ولا ايه الكلام. اوكي اوتوماتيك اوتوماتيك طلع فوق. يلا 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 بسرعه 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 نوصل بالسلامه يا جدعان. خلاص احنا كده ممكن تبقى خط النهايه، واحنا طالعين فوق عشان نقابل البيج بوس ده اللي هنستكشفه مع بعضينا. يا ماما مين ده؟ شفت وقع في شر اعماله يا جدعان. خلينا نشوف بقى ده كمان. واللي خلي بالك يا ابو اللزاليز من الترابات، بص المنظر السكرتون بذمتكم ده يا جدعان، منظر ما حد يخش جوه ده، المعبد الملعون. والله ما بقتش فاهم حاجه يا جدعان، ده سجن ولا معبد ولا يا حلاوة يا حلاوة. اوكي بلوك يا دوسترا. يا جدعان انا هتعصر، هتعمل مني عصير ابو اللزاليز. اوكي كمل. وبعدين دي هنعديها ازاي يا على البواخة والرخامة؟ جامب جامب. ايوه مش مشكلة دي. اوه يا جماعة ده احنا كنا زماننا اتأكلنا هم يا جمل. اوكي السيوف المرعبة، حلاوة لو صوت العفاريت. كمل. اوكي ناخد التشيك بوينت. ايه ده في سكرتون بجد والله يا جماعه واقف مستنيني. يا حلاوه لو الجامب يا عم السكرتون، اقعد شكل واحد من الحراس يا جماعه. اتحو امشي يا جدع. اخيرا خلصنا عليه. جامب جامب جامب، ده مش باركور ده هباله يا جدعان، جبناه من الحمد لله. طقصناهم في بعض، اجري بسرعه 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 بسرعه. انزل انزل انزل، خد التشيك بوينت. واو نكمل يا جدعان الماب. ايه ده اللي انا عملته ده؟ ازاي؟ خلي بالي من راسي. اوكي ايوه الحمد لله وصلت الخط النهائي. ايوه ايوه جنب بقى يا جدع. اوكي خدنا تشيك بوينت. ايه الترابات العجيبه الغريبه دي؟ لا 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 يا جماعه دي الطوبه بتجري في كل مكان. حلاوه يعني احنا غلطه واحده بس، ده غير الارض اللي هتتكسر ولا ايه الكلام؟ لا عادي الارض ينفع نمشي عليها عادي، بس نخلي بالنا كتير من الترابات الرخمه دي يا جدعان، اي خطا فني ده غير السكرتونات. يلا بقى طقشهم في بعض يا جدع، ضربوا بعض. لا والله بيجروا ورايا بيجروا ورايا الحمد لله.
نقدر نقول الحمد لله على السلامه. خد بس التشيك بوينت. هنركب حصان يا جدعان، اول مره اشوف في ماب هروب في روبلوكس يكون في حصان يا جدعان، والله حصان بجد. فارس فارس فارس. اوكي الله عامل حصان. وي الله، ده حصان بلاستيك ده ولا ايه؟ هو بيبطئ هنا. لا يا عم الحصان، الله ذكاء. بيجي يا جدعان في مرحله ورجلي ترش يا رخام خام. لا انت بتهزر. ها الارض هتتكسر، الارض بتتكسر، والله بتتكسر. اوكي يا جدعان والله هربت بعجوبه. كمل كمل جامب. النهارده حلقه العجيبه يا جماعه. يا عم الحصان استنى، انت بترفض صلاه، انت عذرك. كمل التحدي يلا. جرزاء ابو لذيذ سابني وغدر بيا. اه يا غدار، في حاجه استنى يا جماعه. يلا ناخد بس اهم حاجه التشيك بوينت. انا يعني الكابتن. ايه يلا كمل. نفتح بس نسحب الاسانسير. كي فوق ولا تحت؟ ايوه دوس. طلعنا لفوق يا جماعه. احنا ايه الحكايه؟ احنا طالعين من غدرت مرتين فوق يا جدعان. احنا دلوقتي كاننا موجودين في سجن او معبد السكيلتون المرعب ولا الوحش المرعب. لغايه دلوقتي انا مش عارف بصراحه انا موجود فين بالظبط. اوه يا جماعه الحراس منتشرين، عاملين تامينات في كل مكان. ايوه بص بص الذكاء، بص الذكاء. مفيش حد يقدر يعمل الكلام ده يا جدعان غير المحترفين بس. مش قوي يعني. خلاص يا عم الحر هدي بس يا عم الحارس. وصلنا بالسلامه. هي لسه ناقص حته صغننه بس، مكملين يا جدعان الحمد لله. ونخلي بالنا كتير من الترابات. ايه ده؟ في تنين يا جدعان، في تنين وفي مكان فوق. اوكي المكان مسوجر. هروح للتنين. انت يا عم السعيد قول لي. بقول لك خلي بالك من النار. يا عم انت مجنون. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اوه يا جدعان، ده عارف بيفكرني بمين؟ بالحيطه المجنونه. بيقول لي خد يمين ولا شمال يا ابو اللذاريز علشان ما تتحرقش. اوكي اوكي استخبى هنا يا راجل. يعني النار مش هتعدي؟ حلوه الفكره. يلا كمل 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 كمل. لو ضرب نار تاني يا جدعان هنتشوي دلوقتي، هبقى فراخ متحمصه. يلا يلا خلصت يا كابتن الحمد لله. يلا ماشيين. حلو 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 حلو. استنى. يا جدع على اخر حته والله. لا خد الجيت باك كده عشان انت بيستهبل. زودها عن حتاه. ورينا تعمل ايه. ايه يلا اديني يا غدار. كمل كمل كمل. الله عليك والله يا استاذ، خليك مع نفسك يا وحش. لا 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 كميه الحراس دول ما اتفقناش. شوف يا جدعان معاهم سيف مطوره. اوكي. يا جدع اوعى يا عم والله السيف بتوعه يا جدعان كان هيطيرني. ايه ده انت اللي جابك هنا؟ انت يا حاج انت منتشر في كل مكان. يلا يا جدعان نفتح الباب. اوكي الله يا جدعان ما شاء الله احنا داخلين قصر. شكله البيت بص هنا برضه في حراس. يلا الباركور. انا كابتن مع السلامه. يلا اللي بعده. اوه في حارس في حارس. هادي عشوائية يا جدعان. استنى شوية. عدي 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 عدي. لغاية دلوقتي مفيش أي تشيك بوينت. معقولة هنخسر؟ يا رب يا رب نكمل بالسلامة ناخد التشيك بوينت. ايه نظام بقى البلوكات دي؟ أنا مش عارف بنط عشوائية يا جماعة. أوكي خدنا التشيك بوينت. دلوقتي يا جدعان عندنا فايت رهيب ضد الاعداء. انزل يا معلم. اوكي 20 واحد نط جامب باركور بقى. ايوه ايه ده رحت فين؟ انت تستهبله. اسكلتونات. يلا اللي بعده. في 20 واحد يا جدعان لسه ما قلتش جاعكم يا جدعان. انا جبت سته بالعافيه. تعال السيف بتاعتهم مطوره يا جماعه. عايز يحولني. ها تعال بقولكم جمعوا هنا يا ابطال. مع السلامه. جبت 13 واحد. 16 مين يزود؟ ايوه ناقص واحد. الله الله فزنا. سافة 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 كبيرة لابو اللازاريز. وايه ده؟ في سلم سر نكمل؟ واو واو واو. يلا نطلع 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 نطلع. ايه ده؟ معقولة؟ والله ماب يا جدعان رهيبة، من أجمل المابات والله يا جدعان من غير المرغة اللي لعبتها في روبلوكس صراحة. نار نار نار. اديله بقى حتة في الديسكو يا ابو اللذاليز. طبعا يا جدعان عارف لحد هنا فعجبكم الفيديو تستناه اسباب اللايك وبس كده. والحمد لله قدرنا نخرج يا جدعان من المعبد او السجن الملعون. اشوفكم مرة جاية فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.